ومن إقليم إنيدي الغرب إلى إقليم البطحاء وبالتحديد مدينة آتيا حاضرة الإقليم، حيث أطلقت جمعية الأرامل والأيتام نشاطاتها رسميا بالمدينة، وذلك بحضور عدد كبير من الأرامل إلى جانب المسؤولين في الإقليم الإداريين والتقليديين. محمد طاهر جبرين الحر. أنشأت مجموعة من الأرامل جمعية أطلقنا عليها اسم جمعية الأرامل والأيتام بالبطحاء، وبعد سنوات من النشاط بالعاصمة دشنت الجمعية أخيرا مكتبها الإقليمي في آتيا. في بداية المناسبة رحبت عمدة بلدية آتيا آدم محمد بأعضاء الجمعية وشركائها، وأكدت أن افتتاح فرع للجمعية لهو مصدر طمأنينة للأرامل اللائي يفتقدن الكثير لمقومات الحياة. هذا ويتكون المكتب من حوالي 20 عضوة برئاسة مريم عبد الرحمن. الرئيسة الوطنية لجمعية الأرامل والأيتام بالبطحاء خديجة يوسف أشادت في حديثها بجهود الأرملة التشادية التي عرفت بالكد والجد في سبيل البحث عن رزق أبنائها الأيتام. إتنا العوين شدن حيلكم فوق، وأشتغلن في منطقة البطحاء، وكان خدت لكم ممثلة مرة واحدة ما تحقرنها، شيلنها على راسكم ونصرم في وراها. والتمنيات الخاصة لسيدة البلاد الأولى خطت لنا فانداسيون اسمه جران كير عشان نقوش دمعة الأتام والأرامل والفقراء والمساكين في تشاد. أما ممثل حاكم إقليم البطحة محافظ مقاطعة البطحة الغربية محمد زين العسيل فتأسف للوضع الذي تعيش عليه الأرملة في البطحة، مهنئا إياهن بإنشاء الجمعية التي تمنى ألا تكون مجرد رقم إضافي إلى عدد الجمعيات الموجودة. هذا ونشير إلى أن المقر الرئيس لجمعية الأرامل والأيتام بالبطحة يوجد في العاصمة، وقد سبق أن أقامت عدة أنشطة ثقافية واجتماعية.